أسطوانة بوسيفان بالعيد السوسي. كيف يعمل مول السبسيلة وصل رمضان تايقين زعفان وخارج على عقله والناس صايمة فرحانة؟ كيف يعمل مول السبسيلة في شهر رمضان؟ صبت واحد عقلو تلفان، كنت دايز في شهر رمضان، صبت واحد عقلو تلفان، سرت فيه نحقق يا ناس بالي كي الحمق، كشاك شوف امه وعيونه خارجين، شنايف عند وشاحتين مخوضه يا خمسكينه، من فراق العيسي يمكن خاصو السبيسي، دماغ في لناسي عقلو ماشي معاه والضوخه ديما تابعه، ما يعرف شوره لا اللي قدامه، في الكيف ضاع له تخمامه ومضات له ايامه في الخوار والدحيس، ونشي وتيبليس نحيس والقيرة مع التكرفيس، باش تعرف مول السبسي هبيل لوسخ فيه وتايحيل، مطلب القيرة وتايميل، واش هاد النشوى زعما تطلق البنان؟ سألتكم بلسان يا الناس العقال اللي عقولكم مزيانة، كيف يعمل مول السبسي تصيبو مرخي وتقيل، مول مطيوي كي الهبيل، تصيبو مرخي وتقيل، من العصر اللور جدبان خاص وغير بخور، واللي كلمو تايشنق هو عليه، ويلا كدبتيني سير الجوطية من الحشاشية تلقى تما شحال، اللي مالكهم الهبال اللي مالكهم الهبال اللي مالكهم الهبال، تلقى عمي بشقال قال عطاقية رامي يحتاج جلابية، واللي كلمه تاشنق هو عليه، والأمة قاع تشوفه ويقولوا شوفه صحاب السبيسي كتاي شرالهم، هذا واحد منهم، هذا
منهم هذا وعد منهم مخوم وكل وخاصهم نشوى يمكن غلب الصوم مالو رافد هاد الهموم وعلاش عنوش دبان بلا قياس داير فاتاني صعبات تهواني لازم يصبر كي العباد ويحمد مولانا كي يعمل مول السمسي